شو اخذت قطر؟ اعطيني قطر، امارات، سعوديه، بحرين، اخذت لاعب على تاريخ مرور العصور كلها مو بالمنتخب الوطني راح احترف، اللي انا واحد من عندهم احمد جبار. ليش احنا نجيب محترفين مو محترفين محترقين ملاعبين منتخب محترقين والله. اعطيني لاعب الى طفره نوعيه عدل مواد السنه الماضيه، هسه لا ما ظهر مثل مستوى. اعطيني منو اللي عنده طفره نوعيه، منو اللي افضل من اللاعبين اللي عندنا. على عبد الزهر دي يقول كل لعبه جول 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 جول. علي يوسف البزه وراه ده يلعب ده يقدم مستوى جيد، لكن ما اعرف الاعلام ماديسن ده لاعب امكانيه جيده على عكس بالشوطه كان يسجل اخر ربع ساعه قبل. هسه بزه وراه هو افضل لاعب، الناس تمدح بفلان بفلان. اعطيني منو بالمحترفين كلمن اسود اسود وعده عضله خلاص، هذا جبته والله انا افريقي. ما اريد انا احكي يعني اقول احكي على العراق اقول هيك ما يدلفظها عذرا يعني. يا اخي كان احنا بدون محترفين لا مدربين ولا لاعبين صعدنا امم اسيا وغرب اسيا وابطال اسيا. شنو اللغز المحير بكل عندي سمسره وفلوس اختيار اللاعب المحترف. سمسره وفلوس كلها سمسره وفلوس والله. يعني انت باوعت الجويه كم لاعب محترف والزوراء ايضا. لولا الزوراء في لولا الجويه كان وضعه غير مستقر. الزوراء هم اعطيني بعد يا لعبه ما الدوري شوفها اليوم. انا حضرت لعبه كربلاء وودهوك، لو شوف اللاعبين المحترفين عجيب والله. زين انت تخلي خمس لاعبين محترفين يلعبون وخمسه محليين، ومره تبدل واحد ينزل السادس يطلع واحد، ايش خليت اللاعب؟ احنا نريد نطور وننهض بالكره العراقيه، وين نودي لاعبينه؟ وما شاء الله احنا لاعبين، لا انت مسوي دوري رديف مو حتى يسند، ولا انت خال عدد محترفين اثنين الى ثلاثه، ولا خال قانون لاعبين. يجب المحترفين هم لاعبين المنتخب. ليش بينا احنا العراق صعدنا كاس العالم مو مع عذرا للامارات وقطر، قطر شاركت كاس العالم هسه ما صعدت بس جابت محترف على افضل ما يكون، من حيدر محمود، من باتيستودا، من فرناندو هيرو، من غوارديولا، من روماريو، والقافله تطول وخير لاعبين. السعوديه جابوا كريستيانو وهسه دي ماريا، يونس محمود ونشأت وحيدر وعماد وهاشم ورزاق. ليش اختاروا هم لاعبي منتخب واحنا العراقيين اللي صاعدين كاس العالم واحنا اصحاب بطولات وتاريخ وانجاز وحضاره و و و نروح نجيب لاعبين فرق شعبيه؟ والله العظيم تشمدك الافريقي. حتى مرات اقول لك انا وصلت عندي في اربيل كنت ابو عيا واحد سمسار شوفني فيديو مال لاعب وانا اعرف هذا اللاعب، سبحان الله اعرف هذا اللاعب، لاعب وياي بالدوري القطري. الاجاني مو هو علاوي الاجاني مو هو. لا والله الاجا مو هو هذا نصب احتيال يجيبك واحد يقول طلع اعطيني هسه اعطيني انت مو تتابع وعندك اعطيني لاعب محترف الى طفره. يلا اعطيني كمهاجم كلاعب وسط كمدافع طفره زين. مو نفس مستوى لاعبينا. نضع معايير لاختيار اللاعب المحترف، يعني لازم يكون الا لاعب لازم معايير عند الاتحاد لجنه خاصه لاعب منتخب وطني اقل شيء قبل سنتين مثل ما ذكرها صفوان عبد الغني. يقول اقل شيء اذا نجيب لاعب ذكرها اي يقول اذا نجيب لاعب محترف لازم اقل شيء قبل سنتين نمثل منتخبه. شوف اخ علي بقطر لولا ماني لاعب منتخب واحمد عبد الجبار وهاشم رضا ما يختاروا وتابعوا. نعم صراحه سولف لك سالفه صارت امام عقدي بالصين بالاحتراف اني وعماد محمد وهاشم وهشام محمد. نعم. مع نادي اليوغ الصيني درجه كان المركز الثالث 10 بالمنتخب الوطني الصيني بنادينا. ثق بالله من رحت هناك انا الوحيد كنت احكي انجليزي وهم عندهم بس واحد يحكي انجليزي بس واحد كلهم يحكون صيني. قال لي احنا من اختاريناكم سنتين احنا نتابعكم عماد حين يرزق وهشام. ايش قال لي؟ قال لي انت العام قول تقول على كازاخستان برجلك ورا اللعبة احتفلتوا عندك كاميرا انت صورت للاعبين. شوف والله قال لي اكو واحد اعلامي مالتكم مش عرف شلون عرف شدراك يوسف كان هو الاعلامي مالتنا. قال لي الاعلامي ما تشوف وين واصلين. قال لي ضربتوا بالثلج ظليتوا تشاقون لاعبين وانتوا يعني هو المنتخب مراقب من كل الدول والدوريات.